السلام عليكم، معكم اخوكم عمر، حياكم الله اليوم في فيديو جديد في لعبة الغش في الاختبارات. طبعا يا شباب في هذا الفيديو راح نكمل العيد او الاعياد اللي سويناها سابقا. فعزيزي المشاهد اذا انت مشترك جديد اكتب لي انا مشترك جديد عشان احط لك قلب وسلم عليك. اذا انت مشترك قديم انشر هذا الفيديو عند اصحابك وحط لايك اكتب لي تعليق ويلا خلونا نبدا. انا يا اخوان ما ادري ايش السالفة، عادوني يا اخي من البداية، والله اني مستغرب. طيب اوكي انا عارف ايش اسوي، خلاص لا 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 اهدى خلي يا ليل يا استاذ على طول كذا عيل بدايته يا اخي، قسما بالله مستقعد يا اخي اطلع فوق. ايوه والله عيال بغينا ننطر. كمل 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 يا ابني كمل فوق يا استاذ. لا حول ولا قوه الا بالله. الحين بيروح يسار، لا والله روح يمين. ايوه هدي 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 يا عمر ولا تستعجل، هدي واحدة 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 عشان ما نتعلق. يا إلهي يستو تكفى يستو الدور. اطلع اطلع فوق يا أخي اطلع فوق. لا يشوفك أي واحدة. أيوة الله عشر علامات والله على شكلي بطول مرة. هذا حسن بي والله اني توقعت عيال انه يلف. انا عدل السماعة يا ولد. ايوه اسمع يا شباب خطوات الاستاذ وين راح يروح. استاذ تكفى اطلع فوق يا استاذ تكفى اطلع فوق يا شيخ اطلع فوق يرحم امك. يا شباب اقسم بالله انا مستقصد اطهى من اول. وقف لا يشوفك يا الله. والله يعني اذا استمر هذا الحيوان كذا والله اني بعاني في هذا الفيديو. رايح جاي في نفس المسار يا اخي اطلع فوق يا اخي. في طلاب فوق قاعدين يغشون اطلع لهم. عطى عطى يأتس عطى الله يسامحك روح. لا اله الا الله. صارت الساعة 11 يا شباب وانا للحين درجة واحدة يعني استغفر الله واتوب اليه. اي يا اخوي اي من اول اي. اه شف شف ايوه خله انا بيطلع فوق والله لا شغله عشان اذا راح يا شباب. لا اله الا الله ما في فايدة والله ما في فايدة. يا استاذ روح يمين. اي اخيرا الحين بيداور. ايوه عطى عشان كذا ما يقدر يشوف. هدي هنا المسار هذا. يا سلام يا سلام كذا احنا شغلنا مرتب صح. لا اه والله بغيت انطرح. صح عليك صح عليك صح عليك اهدى خلي خلي لين يروح. جاء انا به روح جاء. بيلف الحين لفه كامله. سبق الحدث. اطلع اطلع فوق اطلع فوق يا استاذ. يا استاذ باقي ساعه يرحم امك خليني اغشش زين. تكفى اطلع فوق يا استاذ. ممتاز ممتاز اهدى 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 خليه 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 على مهله. باقي خمس درجات ان شاء الله يا شباب نتوفق. الحين بيعطيها اللفه الغدره شفتوا. يا سلام ست درجات ممتاز ما هي بطاله. لا يشوفك ممتاز. ايوه ايوه هذا الشغل صح. اهدى 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 الحين بيجي عندي. لا والله ممتاز. لا والله يا اخوان اني خفت. اطع اطع ايوه صح برافو درجة واحدة تكفى. يس من اول
باقي اخر نص ساعه شباب ينتهي الاختبار كفو. ممتاز المنوم هذا يا اخوان مره 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 بطل. بس كم قيمته؟ 15 ريال. حلو يلا 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 شباب بسم الله. يلا شباب ندخل اختبار. اخي اصواتهم ما لها حل. طيب اوكي معانا احنا منوم للاستاذ. يلا يلا يا استاذ يا استاذ يا استاذ تكفى يا استاذ نام. اشرب قهوتك يا استاذ يلا ونام بليز. قهوة بالعافية يا رجل تقهو. يا اخي ارحم امك اشرب القهوة راح تبرد يا ولد. القهوة ممتاز نام نوم العافية يا استاذ نوم العافية يا استاذ. يا الله شوف وين شوف وين يا شباب جت الورقة. اتوقع عمر هنا ما راح يقدر يشوفني. اوكي ما راح يقدر يشوفك يا عمر روح كمل. نام 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 بالعافية يا استاذ نوم العافية. اشرب قهوتك ونام. بحاول يا شباب اني اجمع اكبر قدر من الدرجات. يا اخي ليش نفس الطالب؟ جيد 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 ممتاز. خمس درجات خمس درجات الى الحين يا شباب اموري طيبه. يلا وهذا شباب ضمنت الدرجه السادسه. هذا نام 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 يلا 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 عطها عطها صح 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 صح. الى الان يا عمر مره شغلك. لا اهدى 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 لا تستعجل. شوف شوف وين جاء شوف وين جاء. نوم العافية نوم العافية نوم العافية. هدي 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 هدي. الاختبار انتهى الساعة 6 بقي لي درجتين. هدي يا عمر لا تستعجل. بإذن الله يا شباب اني اروح اغش غش بيرفكت. ممتاز ممتاز. عليك العافية يا استاذ. نوم العافية يا حبيبي نوم العافية. واحدة ايوه الدرجة الأخيرة الدرجة الأخيرة. يلا عمر لا تخربها. يلا جي 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 10 درجات بيرفكت يا وحش. وش عندك تعطينا ان شاء الله؟ هو المنوم مره ممتاز. اوبا هذه انا بستفيد منها يا شباب للطلاب اذا مسكوا. هذا والله ما ادري حقت وشو لكن يلا يلا شباب ندخل الاختبار الثالث. الله يستر. يمررون يا شباب بسرعه مع الحلاوه. حلوين ايه هذا الشغل صح. مشيها كذا. ممتاز صح عليك صح عليك. لا طرحنا 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 يا رجال. بفك الطالب هذا يا اخوان. ما عليك ما عليك بحرك بحرك لا تصيح. اوكي فكينا فكينا يا شباب. حلو 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 ان شاء الله شباب اني بحاول انجح بدرجه مره اني بيرفكت في هذا الفيديو باذن الله اني انجح كله وفيديوهاتي 10. طيب يا عمر هدي لان هذا جاك هنا. يا عمر يا متهور. اهدى 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 انزل تحت. والله يا عمر ذا الاستاذ مو ناوي يعديها على خير. الاستاذ يا شباب مو ناوي يعديها على خير. حلو 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 ممتاز. يا سلام برافو برافو. اهدى 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 وقف وقف. اختبارك انت الساعة 1 تو 10:30 يمدينا يا حبيبي نغش واحنا مرتاحين. حلو 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 صح عليك صح عليك. بس امشي لا يطرح البنت. يا ولد والله انك ابي اوقفها.
عمر لا تخربها، باقي 3 درجات الله يرضى عليك، لا تخربها. صح عليك صح عليك صح عليك. يعتمد على المكان اللي بيروح للاستاذ. وانصدنا انصدنا يا رجال. اهدى اهدى. باقي درجة باقي درجة باقي درجة. اهدى اهدى اهدى. يلا يا عيل باقي درجة. ما ابي اخربها. ما ابي اخربها. معليش معليش حقك علي الطالب. انا اسف. بس جي جي بس. كفو. يعطيكم العافية يا شباب على المشاهدة، أتمنى تكونوا استمتعتوا. هنا يا شباب نكون وصلنا لنهاية فيديونا. فعزيز المشاهد إذا أنت مشترك جديد اكتب لي أنا مشترك جديد واضغط لي لايك. عزيز المشاهد اضغط لايك وانشر هذا الفيديو في كل مكان واكتب لي تعليق كويس عشان أطلق قلبه وأسلم عليه. الله يسعدكم يا شباب. نهاية كل فيديو أحب أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام.